مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار العالم تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده. إعلان الحداد العام في العراق بعد وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين في حريق بمحافظة نينوى. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف. أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام لمدة 3 أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي بغداد. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن التقديرات الأولية تستبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق الذي التهم قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. وكشفت مديرية الدفاع المدني أن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال. هذا ولقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في محافظة نينوى، فيما يواصل الدفاع المدني بالبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم. وقال نائب محافظ نينوى إنه تأكد مقتل 113 شخصا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100 فضلا عن إصابة 150 آخرين. وأوضح الدفاع المدني العراقي أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة. نقف الآن معكم عند آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات الصراع عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. اتهمت موسكو لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: ليس لدينا أدنى شك في أن الهجوم كان مخططا له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف الشمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع. وأضافت أن الضربة نفذت بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. هذا وقالت السلطات الروسية إنها علقت مرور حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية. الجدير بالذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 قبل أن تعود إلى دائرة الضوء منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي. على الجانب الآخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن القوات الجوية شنت 12 هجمة على مواقع ارتكاز للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية خلال الساعات 24 الماضية. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل إجراء عمليات دفاعية في شرق وجنوب أوكرانيا وعمليات هجومية في قطاع ميليتوبول وفي قطاع باخموت بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.
وسياسيا، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام مفاوضات من أجل ضم أوكرانيا ومولدوفيا إليه، داعية إلى عدم تخيب أمال الدولتين المرشحتين. وقالت ميتسولا ردا على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030، إن الأهم التركيز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام الجاري، وأضافت أنه إذا كانت أوكرانيا ومولدوفا مستعدتين يمكن البدء بمفاوضات الانضمام ومن ثم اتخاذ التدابير اللاحقة تدريجيا. نشرة أخبار العالم متواصلة معكم وفيها بعد قليل. بسبب أزمة التمويل الفيدرالي، مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى لمنع إغلاق الحكومة بحلول نهاية السنة المالية. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار العالم. أعلنت أذربيجان اليوم مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في عمليتها العسكرية الأخيرة في إقليم ناغورنو كاراباخ الأسبوع الماضي. وأضافت وزارة الصحة الأذربيجانية أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني أصيبوا أيضا في الهجوم الذي دام أقل من 24 ساعة وانتهى بتعهد من الانفصاليين بوقف إطلاق النار وتسليم أسلحتهم. في سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حقوق آلاف السكان الفارين من ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا يجب حمايتها، بحسب ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم. وقال دوجاريك أيضا أمام الصحفيين أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التحركات السكانية التي نشهدها نحو أرمينيا بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، وأكد أنه من الضروري في المقام الأول حماية حقوق السكان النازحين وأن يتلقوا المساعدة الإنسانية اللازمة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات لخفض التصعيد بشأن برنامجها النووي إذا أرادت إفساح المجال الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وأولى هذه الخطوات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. وهذه هي المرة الثانية خلال أيام التي توجه فيها الولايات المتحدة انتقادات لإيران على إثر قرار طهران منع عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العمل في البلاد، ما يعوق قدرة الوكالة على مراقبة أنشطة إيران النووية. خطأ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط نتيجة انتهاء التمويل الحكومي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الأول من أكتوبر المقبل. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 من نوفمبر، في حين أجرى مجلس النواب تصويتا إجرائيا لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق، لكن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق. قال رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز إنه يبحث إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة تدفق المهاجرين الذين يتوجهون إلى الولايات المتحدة. وقال تشافيز إن أكثر من 386,000 مهاجر عبروا الحدود من بنما إلى كوستاريكا منذ يناير الماضي، مضيفا أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه إطلاق موارد مالية استثنائية للتعامل مع هذه الأزمة، كما طلب بتعزيز الأمن على طرق الهجرة. وكان أكثر من 60,000 لاجئ قد وصلوا بلدة باسو كانواس بالقرب من الحدود مع بنما في سبتمبر فقط، وهو ما يمثل 3 أضعاف تعداد سكان هذه البلدة. بدأت وكالة ناسا فتح كبسولة مهمة أوسايرس ريكس التي جمعت قطعا من كوكب في الفضاء الخارجي، وأعلنت أنها عثرت على غبار وحطام أسود بداخلها حتى قبل البدء بتحليل الجزء الأكبر من العينة. وبعد 7 سنوات من انطلاقها هبطت الكبسولة على الأرض قبل أيام بعد مناورة شديدة الخطورة،
وتقدر وكالة ناسا أنها تمكنت من جمع حوالي 250 جراما من المواد من الكويكب بينو، وهي أكبر عين على الإطلاق جمعت من الفضاء الخارجي. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في 11 من أكتوبر للكشف عن العين التي قد تسمح للعلماء بفهم أفضل لتشكيل المجموعة الشمسية وكيف أصبحت الأرض صالحة للحياة. وهذه طائفة أخرى من الأخبار العالمية المنوعة نوجزها لكم في هذا التقرير. تباطأت التجارة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلقت السلطات الأمريكية المعابر وفرضت فحوصات أمنية إضافية وسط زيادة في الهجرة، مما أثار القلق في المكسيك. وتقطعت السبل بحوالي 8000 مقطورة تحمل بضائع تقدر قيمتها بمليار دولار على الجانب المكسيكي. صناديق صغيرة مرتبطة بجذوع الأشجار في منطقة الأمازون البرازيلية هي أحدث سلاح في ترسانة العلماء والمدافعين عن البيئة الذين يكافحون قاطعي الأشجار ممن يتسببون بدمار كبير للغابات. وتستخدم الأجهزة الجديدة الذكاء الاصطناعي للتعرف على أصوات المناشير والجرارات أو أي شيء يمكن أن يتسبب في إزالة الغابات. قالت رابطة الكتاب الأمريكية إن أعضاءها يمكنهم أن يعودوا إلى العمل، وسيكون لديهم مهلة حتى 9 أكتوبر للإدلاء بأصواتهم للتصديق على عقد جديد مدته 3 سنوات مع استوديوهات هوليود. ويبدو أن الكتاب قد حصلوا على امتيازات في جميع المجالات مع زيادات على مدى السنوات 3 للعقد وزيادة المساهمات في الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية من عدم استبدال عملهم بالذكاء الاصطناعي. افتتحت الجزائرية حفيظة ناديها الخاص للطيران المظلي لمساعدة عشاق هذه الرياضة في التغلب على مخاوفهم وهم يحلقون فوق مدينة بجاية الساحلية الجزائرية عن طريق تشجيعهم وتحفيزهم. وقالت حفيظة إن حبها للإحساس الذي يسببه الأدرينالين ورغبتها في أن يجربه الناس ألهمها فكرة بدء هذا العمل الذي يهيمن عليه الرجال عادة، ومعظم من يحاولون تجربة الطيران المظلي مع حفيظة من النساء والأزواج، لكن كثيرا منهم يختارون إهداء هذه الجلسات لزوجاتهم. وصلنا معكم إلى نهاية نشرة أخبار العالم، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده. إعلان الحداد العام في العراق بعد وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين في حريق بمحافظة نينوى. وصلنا معكم إلى ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار، وينضم إليكم بعد الفاصل في نشرة الاقتصاد الزميل حامد رعاب. أما الآن فإلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا مع نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، ونبدأها بالعناوين. ميناء وخليفة الثالث عالميا في مؤشر أفضل موانئ الحاويات وفقا لأحدث تقارير الأونكتاد. دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تتعاون مع مجموعة إمتي الصينية لبناء منشأة لصناعة الصمامات. الاتحاد الأوروبي يحقق في استفادة تسلا من دعم الصين. أهلا بكم. احتل ميناء خليفة المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر أفضل موانئ الحاويات أداء خلال العام الماضي مقارنة مع المركز الخامس في 2021،
ووفقا لتقرير النقل البحري 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري والمرتبة الأولى أقليميا في مؤشر الروت بين الموانئ البحرية. ووفقا للتقرير الذي حصلت الاتحاد على نسخة منه، تقدمت الإمارات إلى المرتبة 18 عالميا والأولى عربيا وشرق أوسطيا في تصنيف ملكية الأسطول العالمي حسب القيمة التجارية المسجلة في يناير 2023. وقع دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي ومجموعة إمتي الصينية المتخصصة في صناعة الصمامات فائقة الدقة اتفاقية لتعزيز سلسلة القيمة للمعدات عالية الدقة في أبو ظبي وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى الإمارة والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة. وبموجب هذه الاتفاقية تبني المجموعة منشأة لتصميم الصمامات فائقة الدقة المستخدمة في قطاع النفط والغاز في أبو ظبي على مساحة 5400 متر مربع في منطقة المركز الصناعية التابعة للواحة لاند في أبو ظبي، وتسهم المنشأة في الاستغناء عن استيراد تلك التجهيزات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية. وستوفر منشأة مجموعة إمتي الصناعية في أبو ظبي منتجاتها من المعدات فائقة الدقة للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا. وكان المهندس عرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة قد تحدث إلينا في نشرة سابقة ملقيا الضوء على المزيد عن هذا المصنع وهذه الصناعة. الاتفاقية مع مجموعة MT الصينية لتصنيع صمامات فائقة الدقة تأتي ضمن جهود ذات لازمة اقتصادية وحكومة أبو ظبي لتعزيز نمو القطاع الصناعي في إمارة أبو ظبي. مجموعة MT مجموعة متخصصة في هذا المجال، والاتفاقية ستعزز من تعزيز سلاسل الإمداد المحلية خصوصا في المنتجات التي حاليا يتم استيرادها من الخارج. المنشأة راح تكون على مساحة 5400 متر مربع في منطقة الواحة الصناعية في إمارة أبو ظبي، وسيتم إنتاج تقريبا 30,000 صمام كمرحلة أولى. نعم. المشروع يشمل 3 مراحل. المرحلة النهائية في 2028 سيتم مضاعفة طاقة الإنتاج بخمس مرات إلى 150,000 صمام سنويا، وكذلك سيتم كذلك عمل مراكز بحثية لتحسين جودة الصمامات المصنوعة محليا. طبعا هذه ضمن مبادرات استراتيجية أبو ظبي الصناعية، خصوصا مبادرات شركاء أبو ظبي التي تم رصد 1.5 مليار درهم لها لتعزيز أو لتحديد المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وعمل مصانع محلية مع شركاء محليين وعالميين لتصنيع هذه المنتجات داخل إمارة أبو ظبي. أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري. وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة تتضمن 3,300,000,000 درهم صكوكا إسلامية، و 5,200,000,000 درهم قروضا مصرفية، و 20 مليار درهم جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي. ومشاهدينا، المزيد من الأخبار تأتيكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وإلى إغلاقات أسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة اليوم التي أغلقت قبل قليل. نبدأها في سوق أبو ظبي الذي أغلق عند مستوى 9811 نقطة. تداولات اليوم أكثر من 103 ملايين سهم بقيمة تزيد عن 993 مليون درهم. الأكثر ارتفاعا ما زالت مجموعة أرام بالحد الأعلى ودار التأمين كذلك 14%، والأكثر نشاطا من حيث القيمة العالمية القابضة ب 218 مليون درهم ألف ظبي ملتبلاي، والدار العقارية عند 52 مليون و 100 ألف درهم. أما في سوق دبي للأوراق المالية فأغلق المؤشر عند 4142 نقطة. التداولات أكثر من 66 مليون سهم بقيمة تزيد عن 200
و62 مليون درهم، الأكثر ارتفاعاً الإمارات للمرطبات عن 19 درهم ونصف الدرهم، وعمان للتأمين كذلك أمانات القابضة عن درهم و5 فلوس، والأكثر نشاطاً من حيث القيمة إعمار العقارية 62 مليون و700 ألف، وبنك دبي الإسلامي عند 25 مليون و800 ألف درهم. ومشاهدينا، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً حول استفادة تسلا من الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لمنتجي السيارات الكهربائية، وظهر اسم الشركة أكثر من نظيراتها أثناء التحقيق في تدفق تلك النوعية من المركبات إلى أوروبا من الصين. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التحقيق يوم 13 من سبتمبر الحالي، ويحتمل أن يؤدي إلى إعادة تشكيل القوة التنافسية في ثاني أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم بعد الصين. وباعت تسلا خلال الشهور السبع الأولى من العام الجاري نحو 94 ألف مركبة مصنوعة في الصين بدول غرب أوروبا، ما يمثل 47% تقريبا من إجمالي مبيعاتها. قال مطور لعبة كاندي كراش ساغا آلتي، وهي التي يلعبها الملايين حول العالم، أن إيراداتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ انطلاقها في 2012، مضيفا أنها ستصدر قريبا مستويات تصل إلى 15,000 لاعبين الأكثر عشقا وتفانيا. وبدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول، حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها إلى 5 مليارات مرة حتى الآن. وقال رئيس شركة كينج لتطوير الألعاب أن كاندي كراش والنسخ الأخرى منها مثل فارم هيروز وساغا أظهرت أن ألعاب الهاتف المحمول يمكن أن تحظى بجاذبية دائمة. وكينج هي مملوكة منذ عام 2016 لشركة أكتيفيشن بليزارد الأمريكية التي استحوذت عليها مايكروسوفت مقابل 69 مليار دولار. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. We'll be right back.